مساكم الله بالخير يا جماعة الخير، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. قمنا اليوم متأخرين يا جماعة، نايمين ما حسينا بنفسنا إلا نايمين 12 ساعة، لأن اليوم اللي قبله كنا مواصلين فيه. فخلينا نطلع اليوم ونراويكم بعض المكانات اللي خططنا نزورهن. المكان الأول محل عطورات، سوق العطورات والأشياء التقليدية، فبمر هناك بنشوف إذا كان مفتوح بمر عليه. تكونوا معانا إن شاء الله، نشوفكم هناك. وبكذي نقول جاهزين ويلا نروح. بنودي ملابس، بنجيب ملابس من لوندري. كيف ريدي ملابس؟ بيبي قمنا من النوم، لا ما كان شيء ولا حاجة، دو شاي دو ماي. وقفنا نصرف فلوس ونكمل. هذا المحل اول محل بنوقف فيه، اللي هو محل عطورات ساسان في الشارقة. الحين يعتبر هذا محل مشهور، محل العطورات الدعبية. بنروح داخل بنراويكم العطور، بتاخذوا بكرة عام. السلام عليكم. طبعا المحل في كل انواع الماركات العالميه، انا ادور عن عطر، اذا حصلت عندهم راح اشتري ان شاء الله لان الاسعار حلوه. هذا العطر دور ترند ريفيو ارماني، والريحه تركيزها قوي تشبه الاصلي تمام. هذا صديق الحين بيضبطنا من السعر. كم برايس صديق؟ 63 درهم. 63؟ ايوه. انت اختار 6 حبه، باخذ واحد مجان هسه. زين، يوم يجي كاستمر مشانه اعطي ديسكاونت. اوكي ان شاء الله. العطورات متنوعه مثل ما تشوفوا، كل انواع الماركات العالميه موجوده عندهم ما شاء الله. عندهم تعطيره وعندهم العود والبخور، كامل الاشياء. مكان مرتب ولهم اكثر من فرع، بحط لكم الرابط المحل في الديسكربشن. هذا عطره شوي العمود يسوي شوي ما شاء الله. تلوك يا سوي هنا. ايوه حلو. زين، انا اريد واحد ايبك واحد سترونجر وديو. هذا ايش؟ ماركه بلغاري فالكار. بلغاري فالكار. عطورات العربيه تركيزها قوي حلو ما شاء الله. ان شاء الله خلصنا العطورات اللي في المحل كله. عطورات وايد حلوه، وايد كل الماركات موجوده. انا بشتري لي كم عطر لان المكان ما يتفوت صراحه، في عطورات نسائيه وعطورات رجاليه. كمفورت بلاك وركيت ريحة الورد. شو بلاك وركيت؟ ثاني كمفورت اسبن بدر. اوكي، هذا عليه ثلاث توب سيلر. توب سيلر كمفورت عمبر بلاك. يس،
هذا اي واحد؟ هذا كمفورت طباكو جنجل. هذا توب سيلر ها؟ توب سيلر ام 24 ماركت فوكس. ديور هابينس. هذا الماركت كريد كريد ايفنتوس. اقول لك بدل ايبك اعطيني هابينس. ما شاء الله هني كانت عطر واحد والحين مثل ما تشوفوا اكثر من عطر. عندنا بعد الروجا مليش هذا الكاريلينا هريرا سياج بدول احمر غاتو اصلي. هذه العطورات المسائية هذا المرسيكو رودريغيز. هذه العطورات النسائية الأكثر مبيعا. هذا الكارتير قديم أتوس زين. جيب واحدة بكرات. بكرات أيوة. كم صار نشوف شو؟ خلاص مع ذلك 12 الحين صار 12 عطر. اثنين مجان اثنين مجاني. جيب ابيك ابيك. انت ايش تبغى ماجد؟ خلاص كملنا 12 عطر ونحصل عطرين مجانا. الله يعين الشنطة. وين الشانل بلو؟ الشانل شانل بلو. ريت الفريش بارد. بس عندنا اخر حبة خلينا نشوف. هذا فرزاتي دلون بلو. ايوه اقول لك اريد بدل زين. ببدل بدل هذا بدل خلي هذا خلي يلا على شور. ها ابيك خلاص ابيك مع السلامه. كذي تم الصف. الحين بتبدا ضرابه الاسعار. ما قد اشتريت 6 حبات وانا اشتريت 6 حبات بس الحين برجع الابيك. كذي اكتملت الصفقه. مجان 73 درهم. هذا هني واحد مجان 73 درهم. هذا جملة حساب اوكي. اعطينا حساب الجملة احسن سعر عندك. شوف هذا 63 درهم حساب ناقص 5 58 1 2 3 4 5 6 حبة واحد مرتين 358. اشترينا 6 عطورات تحصل عطر نظافة مجانا. 6 عطورات يلا شكرا صديق. شكرا ساسان. بعد محل العطور وقفنا عند ركن الشاورما حبيب ونطلب لنا شيء على السريع. واحدة لحم واحدة دجاج. خلي 2 لحم 2 دجاج 2 لحم 2 دجاج. ايوه هذا يا سيدي حبيب والله ضبطنا. ايوه
كله ما عجبنا. ايه ما عجبنا. يا سلام الجبن كيف جايب. واحنا طالعين الى عجمان شفنا منتزه قلنا بنوقف فيه ونرايكم اياه. اشياء حلوة في اكشاك كان تغيير جو. هذا مكان في الشارجة بين الشارجة وعجمان اسم المكان المنتزه عائلي. اردي اتوت فنان يا اتوت تفضل زين. اربع توت الشامي تابوريت اربع الفريش ينور الوش يخفف الكرش يطول الرمش ويبعد عنك كل حماية قوية وبتوش. الله يسلمك يا رب. اعطينا لا ما شاء الله لذيذ. شو رايك كعصات البحر؟ تمام. بارد يا توت فنان يا توت راح صافي بس اعطيني واحد حبيب والله. هذا التوت الشامي خلي ايامك وايامي. الله يخلي ايامك يا الغالي حبيبي. هذا شو اسمه؟ بريق. بريق هذا البريق وهذا اللبس الشامي. شكرا حبيبي. حبيبي جست بارك السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله. ايش في زياده يمشي؟ يمشي في لحم ولا دجاج؟ لحم. لحم هذا زياده يمشي الجديد هذه عندي. زين جيب هذا جيب هذا التو بيس هذا هنا بس ساندويتش ولا تبغى تبغى كامل؟ لا بس ساندويتش. بس ساندويتش. ها؟ تريد بطاط مع بعض؟ لا 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 بس 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 عن بيجي خبر هذيك جست فريش يعطي تو كريستال. تو كريستال. تو كريستال. ايوه اثنين كريستال. اثنين كريستال اوكي شكرا. وبكذي ينتهي الفيديو لهذا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو المكانات اللي مرينا فيهن الاشياء الحلوه اللي شفناهن. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. كتبوا لنا في الكومنتات ايش الاشياء اللي تحبوا تشوفوها ونشوفكم ان شاء الله مكان جديد ويوم جديد والسلام.